رئيس الجماعه التاسيفت والرئيس الفلاحي يقوم بمهمه ديالهم باش ينقلونا الفوسي. ضروري الفوسي خصنا تجينا ضروري، يعني بغينا الساقيه حيتاش هنا عندنا الفلاحه عندنا الاراضي ديالنا بغينا نسقيوهم، ما كاينش الماء والماء واخا يعني باش يجي الماء يرجعوه الفوسي من موسخ في الازبال في يعني خصهم يكرطوه. بغينا من المسؤولين جماعه التاسيف خصوصا الرئيس ديالنا جماعة والرئيس الفلاحة يقوموا بالمهمة الطريق خصهم حتى هما يزيدوا يقوموا يزيدوا يقوموا بالمهمة ماشي على الطريق وصافي، خصوصا الأزبال اللي هنايا يجيونا كمية الزبل ما عندناش، الزبل مرميين عام عندنا عنايا ما كيرميوها عام الديور ما عندناش خلينا نرميوها. هادشي اللي كنطلبوا من المسؤولين ما خصنا والو، الطريق عدلوها لنا واخا فيها 4 متر معليش يا صافي هادشي اللي كاين وشكرا. راه هاد البلدة يتم التهميش ديالها بشكل كامل، راه كل الجماعات وكل المناطق استفادت من الهيكلة، سواء الطريق سواء الشوارع سواء ديال الزبل سواء ديال الواد الحار، حنا هاد الأشياء كلها تقريبا شبه منعدمة. الحالة ديال يرسالة أو المدرسة أو زيدو زيد، وخصوصا الفوسي، الفوسي راه الفلاحة محتاجين له في أمس الحاجة، خصوصا أن الأمطار تأخرت هذه السنة، يعني المنطقة أصبحت جافة تماما، أن كتجبر الليالي والناس باقيين كيسقيو بالبومبا من البير، هذا راه شيء لا حول ولا قوة إلا بالله أقل ما يقال عنه. السلام عليكم أخواتي، هكا عندنا الفوسي خدام شنا دابا خدمة كاين لا رئيس لهم يحزنون لا جماعة، كلشي كيعملو فيه الزبل رجع فيه زبل 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 مشى مع الزبل. السلام عليكم، السلام عليكم أجماعة، كيف نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ وعليكم أجماعة على حسين ولا؟ ولو هضرو على حقكم، الفوسي مهرس، ولو هضرو على حقكم عباد الله، الفوسي شعل هاذيك كنا نعومو فيه، دابا دار موسخ الزيت. مطمور كامل طمراتو الهجرة ما كاينش اللي يتسوق له. وا جماعة ونظروا على الساقية راها مهرسة ومطمورة، وشحال هذي كنا نعمو في الساقية دابا ما كاين والو، مطمورة مهرسة موسخة والهجرة الفايضة الطمرة. دابا الله يرحمكم الوالدين، نظروا على حقكم، ما تبقاو شي جالسي. تحركوا على الفوز يا جماعة، شغلكم ساكتين الفوسي مقبره بهرس كامل. السلام عليكم ايها الشرفة، حنا كنطلبوا من الفوسي يجي لنا ان شاء الله، ونطلبوا المسؤولين يجيبوا لنا الفوسي وحيدوا لنا ذاك الزبل ديال التلوث بالفوسي وهذا اللي كاين. السلام عليكم ايها الشرفة، حنا كنطلبوا من الفوسي يجي لنا ان شاء الله، ونطلبوا المسؤولين يجيبوا لنا الفوسي وحيدوا لنا ذاك الزبل ديال التلوث بالفوسي وهذا اللي كاين.